السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني واشا يكذي دي مركو هوري انتانا بلاب وحن ربعين انهور دعوسي سمية شاي كذن انبا قصدنا انكا ورامي وحايس سوي سعوتي انبا اي قادتي طوان صنو وطوان كي سنة يوجودن بيئة مركا طوان صنو شاي كسعوتي إن لغو سو كوبو ساعد إلا بساعدات با وحان سورة قلحين مركا حويان وحان كدقي دونا إن ساعد دا أمبا إنتاو سعوتو فيديو غني إن أطمان كاسو نغو سو كوبو وان سيدي جملة دهان اسكو دو دو با إنتا كديب waxaan rabaa inaan idhaahdo in qisadani ay tahay qiso meelo badan taabanaysa waxyaalo badan isugu jirta taasi oo xilligaas socotay. Intaa kadib waxaan ka raali gelinayaa amba aan cabis weydiisanayaa faamiligayga يعدي جعل يعدي عن جعل هاي تاسيو نقود دون تاقي صداني قصو حانون كيدي فرحد دي دي ايو حول بابا سكوو جيرتا تاكا ديب وحيكو بلا مسا عم بايكا بلا مسا عم بايكا سو عم باقاتي سنت كيلا بدا يكون ايو صدحي طوان كي وحا اين waxay kasoo bilaabatay sanadkii 2013kii taasii oo ka bilaabatay qisadii ugu horeysay ee child 2013kii waxa uu ahaa sanad igu astaysan child farxad murugo iyo wax walba oo nolosha ay ka kooban tahay waana childkii ugu horeeyay waana xiriirkii ugu horeeyay aan sameeyo amba aan jacayl aan yeesho sanadkii markuu ahaa 2013kii bishii 7-aad rabadaan ay bisha sanadka rabadaantiisii 7-aad ayaan u malaynayaa inay rabadaan ahayd ayaa waxaa dhacday inaan qiyaankayga aan calmado oo aan darin u qaado inantaasi waxay ahayd qurbo joog dalka dib ugu soo noqotay kolley fikra badan waa laga haystaa dadka jooga dibadda aan darin u qaado aan calmado waxuma laakiin waxaan isweydiiyey haddii aan xiriir la sameeyo amba aan jacayl la wadaago in aanu micno badan sii sameynin marka waxaa dhacday inaan asxaab nahay xaggan aan ka salaamayo oo la yidhaahdo cabdiraxmaan axmed cismaan maano inaan la tashaday oo aan wixii waxa weeyaan amba talo saaxiibtinimo aan weydiiyo hadalkii waa xasuustaa waxaan ku yidhi ani hawshaasaa jirtaa dareenkaas aan isku arkay qoftaana oon u qaaday saaxiibow hawshuna waa sidaas qofkana waa qof iga fog oo meel durugsan jooga markaa u maleemaayo in ay dee amba inta ay ku guuleysanayso ay yar tahay hota waa ii qalbi qaboojiyo waxa ugu yiri in waqtiga xaadirka la nool yahay markaa sanadka 2017kii khadku waa iska yaraa internetku waxaa jiray kafeterooyinkii amba meelihii internetka u funaan jiray oo igu caansanayd dambaal meelahaasaa jiray oo khad badan ma jirin markaa waxa ugu horreeya waxaa jirta in haddii
أيضا هل كان شوكتو أنا هل كان شوكتو إن هذا وضع حلو كرتان أو فيسبوك يو حيالات كو حلو كرتان وقتي كان فيسبوك آد بو يرا إن ماي صورة قل ما هين مركا ما بقى أقول إن فيسبوك إنه حالة شكل هنا مركا حقولي هدي دي كافوك تهاي فيسبوك يو حكاسات كو وضع حلو كرتان وأطلع بعد إن حنقول لها نيو يقف وراكسن بعد هي يدنا وقف وراكسن وان سكوكين على لها حوشة انت تقول كرتوك هل كي بان كلسوني كقاضي انا تي لها اللي ودارين شاكتي ويسود ويسي حرير كي هل كاسوك بلعب ماركا وقت كو بيغن كو بيغن انا وحاوي هيد ان رمضان أي صو أي كوتشرتي أما رمضان وبلا ما يحرر كيغو إي مكا فرحات دي يو رين رينتي يو إي حيالا بضن با هل كاكا بلا مي وحاكا بلا مي سفهن شاكو دارين أيا كا بلا مي إي مكا القفكة تشعلاتو وحيالا بضن بالقفكة كوتشعلانا صح لكن حتي أتقفت على عتود قرني وحد كتش عاش هاي أم بواحد كتش على تي والله يا حيالها إن اللي راح ضوتش عالك ضبط أنا وحوي أقف كين أتقرن وإذا واحد كتش على تو عيا كم إذا إن الله مستعان سيدي بان إن كتش على تي حيركي وكوب لامي رمضان توحى حسوستها إن هاي رمضان تي إنتها نولا وقف يعني أنا وقنا تحلا سنة كالف تي سنة وهي هاي سنة كان وقش على هاي سنة ده ذي سامري رمضان سيدي بكو بلامة حرر كي سيدي بكو بلامة درين هان أنا درين كانوا قبي مالك مالك الدم بيسوى سيسي هذه أو يعني إنه سيادة مو يعني إنه هاس وديك ما ويريد كا سيدا نود سعنا ني أبا أنا وده حرير ني وح هادين أنا سأحضر إن أنا سأحضر تكذو رمضان تي دمي صد حلاس وكل قشة إن أنا سأحضر إن أنا تكذو إن أنا لحظة كل يوم حنك مغنين شري مركا عن هردو لقيا با إن أختي بدن كلام قلنا لكن كل يوم حنك مغنا هذا فكر نقطة يا هذا هذا النقطة وين تنهردو رمضان تي سداسي يقول عفتي أو حا إن عن وضع هذا النوع أنت تنهردو مثلا لو كل هابين كي مكان سوق عا رمضان ويان وحويان وحا شرتي إن دهبين كنا أصحاب تمرك الأذير تتحاي إن لسكس أو شيء ذو أو لسكع ويا أو مرك الصحور تونا صيح ذا مرك الصحور تكدي بين صيحان شري إلا يو كويت وانك لبيت وانك أيان شيء في شري مرك حرير كي يقول مركو بلامي يدا يا وحاي سمين شرتي إن صلاة أي كيسو إن أي لسوا هذا شو إن ده صلاة دي براج سو ما كان بينك تشري صلاة الظهر بينك كن تشري ما كان صلاة الظهر أنت كذا وانسون نقول تشري وانس أركي تشري الظهر كا ما كان عرب الله أنت شو بيجي دوا شو ما كده بين بلاها كله صلاة سو تكذا وانسون نقول هل كان ساينو شيء كذا كبلا متشني عصر بيجار تشري عصر ما كي جاردو وانسون تكن تشري تلفون بان كود هالي جنه إلا مغرب مغرب مركا لا أفرو إلا عشاين تا دل إسكا موقتاي أفر كي يعنتذي يوحي لغا لغا دميستو أو دي مقرانسا لغا نستو عيان وشيسو قراع جنه انت بادن إلا يطوانك إلا يو لغا يابا مرمركا قار سحورتا
sida badan een suhurtaynu kala tagnaa ambaan een marka la suhurto la kala seexda ka rabadaantii inta ugu badneyd ani gaar ahaan tayda aniga saasay een ku kulamaatay ma saasay rabadaantaasi aan waqtigii ku qaatay een waxyaalaha la yaab kale aan iga soo maray jacaylka waxaa ka mid ahaa in xad uu gaaro jacaylkan u qabaa yacni aan isidhaahdo ninyo qofkan alxamdulilah ilaahay baa ku siiyey xiriirkaas waa la samaysay waa jeceshahay jacaylkaaga maxaa ku muujin kartaa jacaylkaaga maxaad ku muujin kartaa yacni kolley marka uu qalbigu ama dareen uu ku shaqaynaya amba jacayl ku hayo amba emotionally aad tahay badanka laga yaaba caqligu inaanu shaqayn waxaa dhacday inaan isidhaahdo sidee baad dee jacaylkan ku muujin kartaa de heer aan magaraansa u qabay heer aan u qabay inaan isidhaahdo maxaad ku muujin kartaa kolley waqtiga aada baan usii yaraa waxaan ahaa 17 jiir baan ahaa waxaan ahaa wiilda yaroo nolosha usoo kacaya waxyaalo badan experience badan aan lahayn soo koraya noloshii usoo kacaya marka waxaa maahmaahdii waxa ahayd amba wiil waxaan ahaa day soo koraya 17 jiira marka caqliyadda iyo maskaxda iyo waxaan ku shaqaynay waxaa ka weynaa jacaylka iyo dareenka ay haya marka waxaa dhacday inaan isdhaahdo maxaad ku tustaa jacaylkaaga waxaa igu soo dhacday inaan haddii bal ka horan aad gacantaada magaceeda ku qorato kadib waxaa dhacday inaan sameeyo gacantaydana magaceeda ku qoro waliba magaceeda xarafka ugu horeeya okay sidee lagu qorayaa sideebaa gacantaada magaceeda ugu qori kartaa kolley sida loo yaqaano ama sida laga bartay waa inaad midii amba sakiin amba wax kale aad gacantaada ku qortaa aad ku magaceeda qofka jeceshay ku qortaa laakiin ani waxaa igu soo dhacday inaan gubo haddii aad sakiin ku jarto iyo haddii aad gubato labadaba isku mid maaha laga yaabaa inuu dhiigkaa soo yaaco oo meesha aada xidhid laakiin markaad meesha gubtid laba xanuun baa ku haynayo xanuunkii gubashada iyo xanuun kale ayaa ku haynaya markaa waa gubay malqaad baan soo qaatay waxaan sameeyey magaceedii baan aan gacanteeda ku qoray waxayna iga tahay aniga yacni sidii nin iminka hadduu qofku iminka waayahan dambe waxaa la yidhahdaa million subscribers amba flowriska inta la gaaro ani waxaa ii ahayd marka tusaale ahaan laga soo qaado inaan million subscribe gaaray gacantii baan ku qoray aada baan ku faraxsanaa waxaan aan rumaysnaa inaan wax xaqiijiyey waxaan rumaysnaa inaan wax badan amba wax weyn aan gaaray walow naftayda aan wax yeelay waan ku qoray waan u tegay wallaahi kolley laba qof oo dee dareen ka dhexeeya way isfahmaan waan u tegay gacantii baan tusay wallaahi ma sawiran karo xanuunkii iyo waxyaalihii gebi ahayey inkastoon xanuunbi ahaynba haddana markii aan arkay reactionkeedii iyo falcelinteedii meel aada u weyn baa qabooday oo su-aashii ahayd inaan muujiyo waxaan u qaatay inaan ka dhabeeyey
sidii baan gacantayda ugu qoray waxyaalaha cajiibka leh ee xiriirkaas gaar ahaanteeda iga soo maray. Markaa imka dib aan u eego, aan qariibsado oo aan dib iskugu akhriyo, waxaa ka mid ah in farxadda iyo aan ka helay inaan nolosheeda intaan noolahay dee meel dambe aan ka heli karayn. Waayo maanta qof walba marka waxa ugu horeeya uu sameeyo mathalan oo kale waxbaad imka aad rabtaa, waxaa markaad samayso waxaa kuugu horeeya. Imika mathalan oo kale YouTube aad rabtaa inaad samayso, YouTube-ka fideoga kuugu horeeya fideoyada kale la mid noqon maayo. Sidoo kale qof baad jeclaanaysaa ama jacayl la xidhiidhaa soo maraysaa, qofka kuugu horeeya jeclaanaysaa dadka kale kulama mid noqonayo. Aad wax walba oo aad rabto oo aad xaqiijiso, waxyaalaha kale aad buu kaaga duwanaanayaa. Markaa runtii farxad weyn bay ahayd wax badan inaan muxuu ahaa aan helayay, aan dareemayay ayay ii ahayd. Asxaab iyo cud walba iyadaa igala qaalisanayd, oo waxaan iska ahaa ambaan ahaa qof kolley dadka iskaga dhex jira. Laakiin markuu dareenkaas iyo xiriirkaasi ku dhashay ambaan galay, waxaa noqday inaan ku koobnaado qofkaas heer aan hurdido keliya ay nakala kaxayn jirtay, aanba hurdido keliya noo dhexayn jirtay. Haddii aan soo jeedo waa maraan ka fikirayo, maraan la hadlayo, maraan yacni nolosheeda oo dhanba iyaday ku koobnayd. Waxay noqotay in ay noqoto amba ay soo dhawaato xilligii ay baxaysay, ay tegaysay dibadii ama meeshii ay ka timid. Warwarka iyo waxaan kasii fikirayeynaa dhibtii iyo waxyaalihii aan ka fikirayeynaa xilligaas wii bilaabmaya ee bixi doonto. Waxaa dhacday in ay gaadho waqtigii ay soo baxaysay. Markaa xiriirkayga markaa laga hadlayo, waxa uu socday almost bil buu socday baan u malaynayaa, haddaana ka yarayn. Bishaas Janno ayay ahayd, waxa soo dhawaada xilligii ay baxaysay way diyaar garowday. Waxaa xasuustaa maalintii ugu dambeysay ay tegaysay in aan muxuu ahaa aad u noqday emotionally, inaan waxyaalaan ka cabsanayay ay soo bilaabmayaan amba ay gaadhay dhibaatadii. Markaa habeenkii ay baxaysay ay tegaysay, waxaa dhacday inaan